شمال فين؟ اهي. قول لي بقى يا عم الحاج، هو انت مين فيهم؟ انت اللي ابو ازرق؟ لا انا التاني ده محمد. بتهزر؟ ده محمد. ها؟ دي اسكندريه. دي دي المعموره ولا؟ لا سيدي بشر. سيدي بشر. سيدي بشر. كان ابويا الله يرحمه كان دايما بياخدني في الاجازه انا ومحمد، وكنا بنسافر كده. والولد اتوفى وانت عندك كام سنه يا حسين؟ والله بص يا كابتن، يعني والدي علي توفى وانا عندي ما كملتش السنه، يعني ما كملش سنه. كان عندي 10 شهور كده انت ولا حاجه. التاني برضو انت ما قلتلوش غير التاني والدك طول الوقت. طبعا بابا ابويا، ما هو ابويا اللي كان وداني ديت، اللي هو ابويا اللي توفى، اللي هو جوز امي، جوز هو والدتي. ابوك. انت اللي ما هو كنتش بقى له غير ابوك وامك. بالظبط، انا شايفين بقى له سنه تاثرك ونص كان قد ايه، طبعا. يعني هو وراجل كان ونعم الرجال يعني. طبعا هو اللي كان، يعني بعد فضل ربنا كان هو اللي علمني الكوره، يا هو اللي ما كان شاء الله والله. لعبني. والله هو كان وداني النادي مدينه نصر، وكنت بتمرن معاه، وهو اللي كان بيعمل كل حاجه. وسبحان الله قبل ما ربنا يموت يرحمه. باقل من شهر كان كلمني في ماتش سان داونز اللي احنا كنا خسرناه هناك في المجموعات، اللي احنا خسرنا فيه 5-3 باين او 5-2، 5-2. فانا كنت مصاب فما لعبتش، فاتصل بيا ف قال لي عامل ايه وبتاع، قلت له الحمد لله وبتاع. قال لي انت ما لعبتش ليه؟ لسه مصاب. فقلت له قال لي حظك وحش، انت النهارده كنت ممكن تلعب كده وربنا يكرمك وتجيب لك جونين ولا حاجه. فقلت له الحمد لله. فبعدها لعبنا ماتش القطن اللي كهربا جاب فيه الهاتريك، كنت انا طبعا لسه راجع، فنزلت في الاخر 10 دقائق، وسبحان الله رجعنا. كان رمضان دخل وهو توفى 5 رمضان، ربنا يرحمه الله ويغفر يرحمه له يا يا رب. رب. وبعدها كان ماتش الهلال على طول بعدها بكام يوم، وانا ساعتها اصريت ان انا العب، حتى دخلت لمستر كولر وكابتن سيد وكلمت معاه، قلت لهم انا عايز العب اللي انا الماتش. فقال لي انت بنت في يوم ما اتمرنتوش ده بتاع 3-0. بتاع 3-0 اللي انا جبت فيه جونين. فقلت انت له لا جونين وكهربا جون. فقلت له لا انا عايز العب عشان خاطر ووالدك والدي، الله يرحمه. وانا جاهز، حتى لو مش هبدا ما فيش عنديش من مشكله. اجمل الحاجات اللي فيك برك فالحمد لله طبعا بوالدك يعني. وبامك وباخواتك. احكي لي، دي صورة البطولة الأخيرة. انت ليك اخ ولا اتنين؟ لا أخ وأربعة بنات. ده ربنا يا يخليهم رب لك إن يا شاء رب الله ويخليك ليهم يعني. يا رب. الحاجة الجميلة طبعا البركة والدتي كلها اهي. البركة كلها ربنا يخليها ليا، ودايما ودول عايش على دعائها. الاولاد. وزوجتي طبعا حبيبتي وأم عيالي ربنا يخليها ليا ربنا طبعا، يبارك رب لك دايما فيها. في ظهري. محمد اخويا طبعا كله عارف الدهري، وده ابن اختي اللي هو البغل ده. ده ابن الجميل ده، اختي يعني اكبر منه ب4 سنين، هو بيقول لي خالي، الجميل المفروض ده، اقول له خالي. الجميل الجميل وده ده. اخوه برضه، نعم. واللي بينهم اللي هو فوق دوت ابن محمد اخويا، ودوت انس ابن محمد، وعبده برضه لابس ما شاء اسود، الله. ده وطبعا كاس احمد. افريقيا. لا ده كاس اخر نصف كاس، العالم، اخر كاس، نصف كاس العالم القارات الثلاث. بالظبط. واحمد ابني اللي لابس ابيض اللي هو دوت، ما شاء واسر الله. اللي جنب مراتي، وتيم هو الاخير دوت، الاخير ده ده المجنون بتاع بتاع التعديل. الاحتفال. تمام ماشي يا عم طيب. ودي رشيدة طبعا المساعدة ربنا اللي يبارك رب لكم اللي هي يا رب بتساعدنا، دايما يا رب ان شاء الله. ويعني ربنا عندنا يكرمها صور يا رب تانية ان يا شاء الله. جماعة.